ابنك ده لازم يتربى عشان اللي عمله ده غلط. بعدين يا اخي احنا في مصر، يعني ما ينفعش يمشي مع بنتي ويعرضني للفضيحة دي باللي عمله. فهموا ان اللي عمله ده يعمله مع اللي قده. ربنا ما يجيب فضايح. معلش انا ما كنتش عارف. لو ما تعرفش عرفك انا، البنت دي تبقى بنت ابن اسماعيل البحراوي، ولو مش عارف مين هو اسماعيل البحراوي اسألني انا اقولك. انا بعتذر لك، انا اسف ان انا ما اعرفكش يعني. لا لازم تعرفني كويس اوي، ها؟ عشان الننوس ابنك ده ما يكررهاش تاني، ويعرف ان بيت البحراوي وعيلة البحراوي ما يهوبش ناحيتهم. ومن النهارده دي اخر مره عينك تلمح طرف البنت بس. امين. تمام انا بتكلم معاه. يلا. لا يا اخويا، تتكلم معاه دي لما يكون مقلدك في حته شوكولاته وبياكلها من وراك. انا بقول لك ان ناقص ربايه، ولو مش قادر تربيه قول لي انا ربيه. طب بص يا حضره ولا يا استاذ ولا يا حاج، انا معرفش بيقولوا لك ايه الصراحه. ابني ده متربي احسن تربيه. وابوه اللي قاعد قدامك ده مهندس كبير، وامه خريجه جامعات اجنبيه، ومجموعه اللي جابه في الثانويه اكبر من مجموع ثروه سعادتك. وبالعكس بقى، اللي انا فهمته منك دلوقتي ان بنت ابن اسماعيل البحراوي هي اللي عرضته انه يسيب التعليم ويتجه للمزيكا. موضوع اختياراته ده انا هبقى اشوفه معاه بعدين. لكن ان حد يقل ادبه عليه او يقلل منه او يهينه، ده اللي مش هسمح بيه لا منك ولا من الاكبر منك. يعني ايه؟ يعني زي ما سمعت، وكلامي ده مش هكرره مرتين. لا اثار ان قله الادب دي وراثة جدا عندي. لا بقول لك ايه؟ ايه؟ انا سكت لك بقالي كتير. هتغلط فيه تاني او فيا انا مش هسمح لك، فاهم ولا لا؟ يعني ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ لا هعمل كتير عشان الظاهر ان انت اللي ما تعرفش انا مين. ايه ده اللي انت بتعمله انت وهو؟ بس انت ايه ده؟ بسرعة تتهز. ماما انت ايه اللي جابك هنا؟ ماما دكتور اعتزاز تبقى ماما. اه